السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير جميعا. هذه شجرة الأراك اللي نستخرج منها المساويك، قاعدين نحفر هذا البداية. هذه أشجار الأراك في مزرعة أخوي جبرين بن سليمان في الخنقة شمال غرب مدينة القوعية. شجرة الأراك شجرة كثيفة ومعمرة دائمة الخضرة، ما شاء الله تبارك الله، إذا توفر لها الظروف البيئية المناسبة. شتلات شجرة الأراك متوفرة في أغلب المشاتل في المملكة، ويفضل عند زراعتها على عقم رملي. الأفضل تزرع على عقم رملي على أساس أن جذورها اللي هي المساويك اللي نستخرجها منها تكون مستقيمة وصالحة للاستخدام. هذه ثمرة الأراك، طعمها حلو، وهذه ورقة شجرة الأراك، وهذه الشجرة نفسها كثيفة. الآن راح نشوف طريقة استخراج المساويك من شجرة الأراك، طبعا اللي هي جذور الشجرة. نحفر، ناخذ الجذور، ندفن. اللي ترونه الآن هو جذور شجرة الأراك، وهو ما يسمى بالمسواك أو السواك، يحفر بالطريقة هذه، عند استخراجه يدفن. عندنا الآن طريقة حفر الجذور. الجذور اللي تشوفونها الآن هي المساويك، هي المسواك. بعد ما نستخرجها ندفنها مرة ثانية. طبعا العملية شاقة، ليست بالسهولة اللي تتصورون، لكنها مع الوقت تصير ممتعة. قبلنا الجذر هذا يا أبو يوسف، ما شاء الله تبارك الله، هذا بيكون مستقيم وصالح للاستخدام. الله يعطيك العافية يا أبو يوسف. أبو يوسف الآن يردم الجذور مرة ثانية على أساس ما تموت الشجرة. وهذه الحصيلة راح نغسلها ونوريها. هذه حصيلة المساويك اليوم، في حوالي ربع ساعة أبو يوسف الله يعطيه العافية ما قصر، راح نغسلها ونقطعها وتشوفون إن شاء الله. هذه المساويك بعد الغسيل راح نقطعها الآن وتطلع زي المساويك اللي تباع في السوق تماما، ما تختلف. آخر مسواك نقطعه، الله يعطيك العافية يا أبو يوسف، ما شاء الله تبارك الله. تفضل أبو فارس. يزيد فضلك يا أبو يوسف، الله يعطيك العافية، ما شاء الله تبارك الله. مساويك من يشتري؟ هذا مساويك اللي الواحد بريال. هذا ما لدي في هذا الصباح الجميل. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وسامحونا على القصور. أخوكم أبو فارس. في نقطة أحب أتكلم عنها بخصوص زراعة شجر الأراك والجدوى الاقتصادية له. أرجو أن نجد من يعمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع زراعة